صباح الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. معانا النهاردة حلقة جديدة من برنامج بيت أميرة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. معاكم مقدمة البرنامج أميرة شعلان، وبجد بقول لكل متابعيني كل سنة وانتم طيبين، وبجد متشكرة جدا على كمية الرسائل اللي مبعوتالي من كل أنحاء العالم. متشكرة بجد ليكم، ويا دايما ورايا وسندني. واقول لكل العالم كل سنه وانتم طيبين، 2021 دايما يا رب بخير وسعاده. واقول 2020 بقى، يعني كفايه قوي كده عليكي، وان شاء الله الوباء ده ينزاح عن الامه كلها باذن الله، وتكون سنه خير وحب وسعاده على الجميع ان شاء الله. النهارده معانا مصممه الاكسسوار ميرفت حسين امين، ميرفت حسين احمد يوسف، والمساعده بتاعتها ناهد منصور محمد جاد، اللي مشرفينا ومنورينا وعاملين اكسسوارات جميله، ويعني مدين اكسسوارات تحفه. تسلم ايديكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى بنات في الدنيا بجد، منورانا. بخير الحمد لله. الحمد لله. احنا معانا فيديو برضك عقبال ما الاعداد يجهزه هنتفرج عليه. طب جاهز؟ تمام، نتفرج عليه مع بعض ونرجع نشوف احلى حاجات في الدنيا. تمام. في جواك سوبرمان، احلامك بالامكان وعشان انت بطل من جواك، في حلم بيستنى. رجعنا تاني في بيت أميرة، ومعانا اللي مشرفاني ومنوراني ميرفت حسين، مصممة الاكسسوار القمر، اللي معاها حاجات جميلة. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا استاذ أميرة، منورانا ومشرفاني وبجد اسعدتيني بالحاجات الجميلة دي. ده من ذوق حضرتك والله يا استاذ أميرة. ربنا يخليكم. ومعانا المساعدة الاستاذة ناهد منصور، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ مشرفاني. ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ ايه؟ الحمد لله. 2021 داخله حلوه. خايفين ومرعوبين ليه؟ لا لا، مفيش اي مفيش اي حاجه خالص، عايزين بس نتعرف عليكي ونتعرف على الحاجات الحلوه اللي معانا. نتعرف الاول في البدايه، مين اللي شجعك او وقف معاكي وسندك في مشوارك برضه؟ مبدئيا ماما وبابا طبعا، وبابايا بالاخص دايما كان دايما يعني بصراحه ساندني. على فكره باخد رايه في كل حاجه، يعني بتعملي الاكسسوار وتقولي له رايك في باخد رايه بصراحه، وساعات بيعدل لي في حاجات. وناهد برضو والله اكبر عليها، يعني ساعدتني كتير وكانت دافع ليا برضو. هنشوف مشوار ناهد معاكي برضك. ده هنشوف طالعين معايا، ربنا يبارك لها يا رب. ربنا يخليك. ايه الصدفه اللي جمعتكم مع بعض؟ نعلي صوتنا شويه يعني. اتعرفت عليها عن طريق محل الملابس بتاعها. كنت بشتري من عندها درس وكان فيه اكسسوارز كده، فحبيت ساعتها اعرف بس هو بيغير لونه، فسالتها. فمن هنا بقى جت الفكره، ومن هنا عرفت بقى ان هي بتشتغل في الاكسسوارز وكده بس. وتعرفنا واحنا اصلا كده كده اصلا جيران وصحاب.
لا ما شاء الله، ربنا يخليكم بعض دايما. يا رب اللهم امين. هنرجع فاصل تاني معانا نشوف تكمله الفيديو الجميل بتاع الاكسسوارات ونرجع مع بعض تاني في بيت امير. ورجعنا تاني في بيت اميره، واللي منورنا النهارده الاستاذه اللي منورانا ميرفت حسين ومساعدتها الاستاذه ناهد منصور. ازيكم منورنا تاني في بيت اميره، مصممين اكسسوار، والنهارده جايين علشان نتعرف على الاكسسوارات بتاعتهم. وعايزه اشوف برضك ايه اللي قريب من شخصيتك في الموضوع ده كله، سلاسل ولا حلقان ولا يعني؟ لا انا شايفه بصفه عامه السلاسل والكليات. السلاسل؟ اه يعني ده شكل برضك ده نحاس ان هو هندي بقى. هو فعلا الجزء اللي تحت نحاس هندي واللي فوق نحاس ايطالي. اه ما شاء الله جميل جدا، شكله روعه. لو الكاميرا تجيبه جميل بالانسيال بتاعه. واو تحت برضو. انت اي حاجه بتعمليها بتعملي السلسله معاها غالبا معظمهم بيبقى عشان يبقى طقم. اه لا ده شكله جميل. هو ده ايه نظامه ده؟ ده نحاس ايطالي تمام. واللعبه اللي تحت دي عباره عن كسر صدف، ده كسر صدف طبيعي. ومدخله معاه حجر مرمر. شكله جميل جدا، لو الكاميرا تجيبه اكتر. شكله جميل وذوقه عالي على فكره، يعني اي حاجه موجوده دلوقتي شكلها تحفه جدا. ربنا يخليكي. طب ده برضك عايزين نتعرف عليه. حجر مرمر تمام، والقطعه اللي تحت النحاس. انت شغلك كله نحاس اللي انا شايفاه، اكتريه شغلك نحاس. معدن قيم جدا طبعا، معروف انه بيخش في تصنيع الذهب. غير قابل لتغيير لونه، يعني ما بيتغيرش لونه. معدن اصيل؟ لا لا، في ساعات بيقولوا ايه يعني انضفه بليمون حاجه زي كده. هو فعلا بنلمعه بالليمون او في ماده اسمها ميرور. تمام. في ماده اسمها ميرور دي بتلمع اي معدن بصفه عامه. لا جميل. لكن النحاس هو الافضل له بصراحه الليمون. يعني في ساعات بتفكري في تصميم معين وتيجي شويه كده تقولي لا انا هعمل كذا، او ممكن يطلع معاكي شكل تاني غير اللي انت كنت رسماه في خيالك؟ هو في تصميم مثلا بيبقى في خيالي وببقى خايفه اعمله ويطلع وحش، بس الحمد لله بيطلع كويس. يعني منهم حاجه على فكره، منهم دي ده الانسيال، ودي دي انا لسه عاملاها النهارده. واو. بالليل قبل الفجر كده. اول ما قلت لها قالت لي مش هنام الحلقه دي، مش هنام. فعلا انا ما نمتش والله. شكله جميل جدا، حاجه راقيه برضك. ده نحاس القطعه اللي تحت دي اسمها سكر. دي دي لوحدها، دي اسمها سكر. القاعده بتاعتها استانلس. الله يعني. شكلها حلو خالص. القطعه اللي تحت دي استانلس تمام. السلسله كلها عباره عن نحاس ايطالي برضو. قطعه برضك شغل يعني ايه ده ايه اللي دخل الايطالي في النحاس؟ يعني اللي انا اعرفه يعني مثلا في دهب مصري درجه الدهب. لونه او درجه لونه يعني احنا عندنا اكتر بقى، يعني في دهب مصري ودهب ايطالي، درجات اللون بتختلف. تبقى زاهيه اكتر. بالظبط كده. بالظبط. تمام. وعايزه اشوف دي. ده كارتير ستانلسيل، ده كله ستانلس. هو على فكره خفيف ده برضو من غير الحاجات اللي هو التقيل اللي هو اللي غير قابله لتغيير اللون. لا بجد يعني عشان الميه والحاجات دي. لا 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 عادي. عادي جدا، يعني حتى لو جيب عليه بارفان او كريم عادي جدا. ايوه. صباح الخير. صباح الخير. قلقانه ومتوتره بكلم. منورانا. عرفينا انت بقى ايه شغلك من دول كله؟ يعني انا اللي اعرفه ان انت شغاله كمان مش مساعده بس، ممكن تعملي قطعه فنيه لوحدك. هو اللي انا عاملاه اللي هو الكرتون ده. انا ده؟ لا ده. يعني انت اللي عامله ده؟ ده بالكوليه بتاعي. ايوه جميل برضك. جميل. الحاجات دي بقى ايه، اطفال ولا كباري ولا بناتي؟ دي روشه قوي، انا بعشقها. ما انا بقى الوانتها تحفه على فكره. هي نازله موديل 2020. ما انا لسه كنت هقول لك في موديلات فعلا ل 2021، مش 20 بقى خلاص كده. 20 راحت. سيبيها راحت بقى. يعني الالوانات اللي اسمه جامايكا. الله اسمه حتى جميل. جميل فعلا. هو جميل، الواناته تحفه. ده بيتلبس على الكاجوال والجينز. هي مدياني ده، ف
يعني هداياها كتير، وحتى الاكسسوار ده فانا مش عارفه احط في ايدي كمان. لا بس ذوقهم جميل. الله يخليك يا استاذ. انا حاسه ان ده بتاع اطفال اكتر، ولا هو عشان لونه بس الجميل اللي فيه؟ لا بس جميل وشغله جميل جدا. وبرده ما ننساش الحلقان، دي الحلقان كلها نحيز برده. بس لونها تحس ان هو بصي، انا هقول لحضرتك على حاجه. يعني في ناس برضو بتستغرب تقول لك هو النحاس ليه مش زاهي زي الذهب الصيني او الذهب العادي؟ النحاس معدن، هو ربنا خلقه اصفر، يعني اصفر فاتح شويه كده. تمام. لما بيخش في الذهب بيغير لون الذهب. عشان كده احنا عندنا مثلا الذهب عيار 18، عيار 21، عيار 24. فعلا. عشان كده درجه تغيير لون الذهب من درجه نسبه النحاس اللي فيه. تمام. يا ترى ايام الكورونا بقى فادتك ولا زعلتك ولا قعدتك ولا؟ بص اقول لحضرتك بصراحه، هي في الاول اثرت عليا نفسيا. هي اثرت على الكل والله، ما سابت حاجه الا ما اثرت فيها يعني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. في الفتره الاخيره وبعدين ابتديت احس ان انا قاعده ما بعملش اي حاجه كده. جت في دماغي فكره الاكسسوارات. يعني هي مش من بدايه، مش من زمان او لا كده؟ لا لا لا، هي يعني من قريب. من قريب. هو صح، انا من صغري مثلا عندي حته هوايه يعني هوايتي الفن دي. وبرسم على فكره حلو جدا. يعني ممكن اعمل التصميم في دماغي قبل ما بترسم التصميم قبل ما تشتغلي عليه؟ ممكن ارسمه. تمام. معلش السؤال كان ايه عشان كان ايام الكورونا. بس بعد كده ابتديت احس ان انا قاعده مش بعمل اي حاجه. طورت بقى في دماغي فكره ان انا اعمل اكسسوارات. فعلا شكلها تحفه وجميله. حبيت اطور في حاجه بقى. معظم الناس بتشتكي مثلا بتغير لونها. فعلا لابسه لابستين خلاص بتغير لونها. فبقيت عايزه اعمل اكسسوارات يعني ماشيه مع مودرن عادي وعصري، بس ما بتغيرش لونها بعد فتره. لجأت للنحاس والاستلس عشان كده. لا جامد. يا ترى بتساعديها في كل الاكسسوارات؟ بتحسي ان انت اتعلمتي اكتر وبسرعه اكتر، ولا انت اصلا موهوبه يعني؟ لا الحمد لله بتعلم بسرعه، وبصراحه هي برضه بتساعدني الفتره دي طبعا. هي على طول بتضيف لي حاجات جديده مش عارفه لا ما انت هتتعلمي بعد كده وتسيبيها بقى خلاص. نبقى مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب. بتحسي في ايه بتعليقات الناس وهي عماله تقول لك بقى لا جميل؟ لا بتضيف لك اكيد حاجه يعني احساسك بقى. مش دافع ايجابي بتشجعني. لا ما شاء الله يعني اي حد خايفه اعملها. لا يعني تعليقات الناس بتشجعني. لا جميل. يعني اما يجي النحاس يتغير لونه نعمل بالليمون عادي على فكره؟ عادي جدا. بتاخدي القطعه تحطيها في ايديكي وتحصري عليها ليمون عادي جدا، وبدعكها في الراحه وتتغسل عادي جدا مش اي حاجه. او بالميرور. ماده الميرور متوفره عند اي حد. عايزين نعرف بقى نفسك في ايه في 2021؟ ان شاء الله نفسي افتح جاليري. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وانت برضك عايزين نعرف يعني معايا ان شاء الله. معايا ان شاء الله باذن الله. وننزل الصوره بتاع الصفحه بتاعتها، صفحه باسم ميرا جولاري. ميرا جولاري. ماشي يا جماعه، نزل البوست لو سمحتم. وان شاء الله نشوفكم على خير. بس عندي سؤال بس. عرفت ان شغلك كله بالنحاس، بس بالعقيق يعني اسمه ايه؟ حجر العقيق. يا ربي ثواني بس. ماشي. اول هو ده حضرتك لابساه؟ ده حضرتك لابساه؟ ده حجر عقيق حر. ده تمام. ده بيستخرج من الجبال. الوانه رباني جميل يعني جدا، مش اي حد بيدخل فيه. بيستخرج كده سبحان الله، يعني ملوش شكل معين. ودي جماعه برضو دي خواتم نحاس حفر. يعني منها مطلي بمينا اللي هو جميل جدا. انا مطلي مينا تمام، شكله حلو جدا. ده حفر عادي، نحاس حفر عادي جدا. ده مطلي مينا. خلاص احنا شفنا كل الاكسسوارات يا جماعه، واللي نفسه في اكسسوار يتابع مع الاستاذه. ان شاء الله الاستاذه ميرفت تنورنا تاني باذن الله. نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله نشوفكم على خير. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي كل ذوق، منورانا. ولو اني ما اتكلمتش كتير خايفه برضك ومرعوبه، بس ان شاء الله المره الجايه تكوني اكتر من المره دي باذن الله، بتتكلمي على راحتك. فاصل ان شاء الله ونرجع معاكم فقره جديده من بيت امير. فاصل ونواصل.